ميشيل ديلغادو لتكون ردة الفعل للنصر عن طريق قائده كريستيانو رونالدو في الدقيقة 74 في ظل مباراة شهدت في مجريات الشوط الثاني طرد لمدافع نادي النصر عبد الله العمري في الدقيقة 71. نمضي إلى الأشواط الإضافية. دكتور عندما نتكلم عن الهلال قدرة على المفاجأة دائما مع بداية المباراة وبداية الشوط الثاني هذا ما حققه. صحيح، والحلول عند ميشيل غالبا بالنسبة على الأطراف، والهلال سجل هدف كان قادر أنه